ورجعنا لكم تاني في فطارك عندنا عشان نكمل منيو السحور النهارده. محضر لكم وصفه بجد سهله وحلوه وجديده وشكلها حلو جدا كمان في التقديم وصحيه. فريتاتا. ايوه فريتاتا. شفت تذكرت في البريك كويس. ذكرت كويس. ايش كنت احكي عنها؟ فريتيتي. فريتيتي لا مش تيتي تيتي، رحتي ورجعتي عارفه تحكيها. هزقتي الاكله. الفريتاتا هي عباره عن عجه بيض عاديه جدا فيها خضار مشوي، تقدروا ان انتوا الخضار ده تسلقوه او تشوه، بس انا بفضل دايما الشوي عشان بيدي طعم كده حلو الشوي نفسه. فهنعمل ايه؟ تعالوا اقول لكم المكونات الاول بتاعه العجه الايطاليه بتاعتنا. بطاطا متقطعه صغير كده، هو اهم حاجه قطعوهم باي حجم انتوا عايزينه بس يبقى نفس الحجم عشان يستووا في نفس الوقت. ماشي، بس احسن صغير عشان يستوي بسرعه عشان ننجز عشان دي عجه. عايزين ناكل بالظبط. بطاطا، بطاطس، كوسه، بتنجان، فلفل الوان احمر اخضر اصفر، مشروم متقطع شرايح تخينه شويه، زيت زيتون، ملح وفلفل، زعتر وريحان مجففين، جبنه تشيدر وجبنه موتزاريلا او الجبنه المتاحه عندكم، 10 بيضات وكمان شويه كريمه طبخ او كريمه خفق ومعلقه صغيره بيكنج باودر عشان الفريتاتا تنفش شويه كده اهو وتبقى شكلها حلو جدا لما تطلع من الفرن. انا في اشي حكيته انت صفنت. ايه هو؟ بطاطا وبطاطس. الاثنين. البطاطا اللي هي السويت بوتيتو. اوكي. البطاطس اللي هي البطاطس بوتيتو. عن جد؟ دي بطاطا. اول مرة دي بطاطس. بعرف هاي المعلومة بحياتي. بجد. احنا لا احنا بطاطا وبطاطا حلوة. لا هي سويت بوتيتو اسمها بطاطا بس عندنا، والبوتيتوز اسمها بطاطس. اللي هي السويت بوتيتو. لا دي اللي اسمها بطاطا. دي اللي اسمها بطاطس. ايوه اول مره بعرف. والله فخم عن جد عمر. انا لقيتها يعني سرحت وراحت مني كده عمر. جالها حاجات. عارفين اللي هو قال عارفه عارفه الميم اللي هو كله بيجي عمليات حسابيه كتير حوالين راسك كده. حسيت رند دخلت الثقب الاسود لوحدها. عن جد لانه شو عم بحكي هو خربش يعني فكرتك خربشك انت قال ستوب يلا رايح تاني. بطاطا بطاطس ازاي ما هم الاثنين واحد. بالضبط. لا صراحه معلومه كتير حلوه هاي. بدي ارجع قبل ما نبلش بطريقه صراحه تحضير الفريتاتا. أيوة. اذكر كل الاشخاص اللي عم بيتابعونا ان تخبرونا بليز شو اكثر هيك وجبه بتحبوا تاكلوها على السحور وبتحسوا انه عن جد بتعطيكم طاقه بتخليكم تقدروا تضاينوا بصيام ثاني نهار. ارقامنا تشاركوا معنا اكيد موجودة على الشاشة وبتقدر تتواصل معنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا. يلا يا عمر يلا يا بطاطا يلا يا بطاطس يلا بينا. هنعمل يلا. ايه هننزل بقى ب سباتيلا كده اهو شوية بطاطس. ماشي. يعني انا بحب كده اهو ايه انظمهم يعني ده ملوش اي معنى ممكن تحط تعملهم مش احلى يكونوا مع بعض هيك مفرتكين. ما احنا كده كده هنفرتكهم بس انا بحب انزلهم كده اهو عشان اشوف الكميات. اوكي انا تحس انه مثلا ارباع 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 بالضبط. اوكي وشوية كوسة. هي قلت له ايه بتنجان. بحب البتنجان قوي. انا بحبه موت فيه. انا بحبه بكل حالاته. وانا بس بحبه اكتر مشوي. انا بحبه مشوي ومقلي وكله واخضر وكمان اصفر. بصوا كل حاجة نزلنا. أوكي. كل الخضار الا المشروم. هقول لكم هنعمل ايه بعدين. هنجيب الملح والفلفل اهو وكمان الريحان والزعتر وهندخل دول الفرن. يعني يحصل لهم ايه يا رند؟ يتعذبوا شويه. يتعذبوا يتعذبوا شويه مش يرقصوا يتعذبوا. لا دول هيتعذبوا. مع زيت زيتون اكيد. اكيد طبعا. اوكي اهو زيت زيتون صح كده وخلاص. هنقلب بقى كل ده على بعضه. اوكي بتحطه بالفرن. بالظبط. الفرن حامي. الفرن جاهز يا باشا. جاهز حضرتك. الفرن حيوي جهزته الفرن. زي هذيك المرة بدي احكي لكم قصة صارت اوف اير يعني كنا في بريك. هتحكي ايه؟ انا خايف. لا ما تخافش. مش عارفة ايش انا حاولت احكي مصري. ياسمينة سكتت هيك فاجا عامر بحكي لي بقول لي رند بتعرفي لو انه احنا مش عارفين انه انت اردنيه كانت اجت ياسمينة ومسكتك من شعرك نتفتك. انا بقول لها انت لو احنا مش عارفين ان انت اجنبيه وهي كانت بنت ما تعرفكيش كانت جابتك على الارض وتحك. انا
انا جبتها شدت شعري. انت لازم تكمل تقولي تك. انا قلت الحقيقه اللي اتقالت ساعتها. لا هي ياسمينة رفعت حواجبها هيك، انا هي بتمزح ولا بتحكي جد؟ بالضبط. انا كنت بحاول افرجيهم انه انا ايش دخلت بالمود بالنسيج المصري. قطعت النسيج المصري في ثانيه. طيب احنا دخلنا الفريتاتا في الفرن، او سوري الخضار المشوي في الفرن عشان ده نص الفريتاتا بس، الباقي هنحط ان هو الكريمة على البيض ماشي، ونحط عليه ملح وفلفل. اوكي ماشي، حلو حلو الفلفل زيادة بقيم الزنخة. مين قال زيادة؟ ما قلت زيادة، لازم يعني تكملي هم شافوها. لا ما انت قلت اوبس. انا قلت اوب بس دي مش اوبس. اوكي يا وبعدين اهو في حل. قلبي وجعني والله العظيم. اهو لا خليها انا بحبها. طب ما انا اللي هاخدها. خلاص بقى مش عايز. يا الله لازم ينكفني لازم. ما بيقدر. وين سرقت تليفون القناه هي؟ ما جيتش جنبك. هيو هيو انا هاخد اقلب منك، مش عايز منك حاجه. الله يسامحك يا عمر. اهو يلا وهنضرب البيض. اضرب عشان انا هضرب عمرو بعديها ان شاء الله. هنضرب البيض مع الكريمه. انا حاسه احنا خلاص بقينا توم اند جيري الجداد. احلى شيء 2022. وانا متاكده ان المشاهدين مره بتعاطفوا معك مره بتعاطفوا أيوة معي. بيبعتولي بيقولوا انتوا النهارده رخمتوا على بعض قوي. على الحلقه بتاعت الملوخيه بالارانب. انتوا متنمرين. والله بس نمنا خفيف. ايوه دي حقيقه نعملهم جو. قلت لهم لا مش متنمرين، احنا اصحاب وبنهزر يعني. يعني الحاجات اللي برا الهواء بقينا ندخلها في الهواء خلاص. انتوا بقيتوا معانا. عيلتنا عشان تحسوا انه برنامجنا هيك، بتحسونا احنا فعلا اصحاب. وعن جد حقيقي بالزبط. جدا اللي بتشوفوه هو الحقيقه فقط بدون اي نوع من انواع التجميل صراحه. دي حقيقه. طيب اقرا شويه مشاركات ولا نرص؟ يلا نرص. يلا نرص. طب تديني مكانك بقى. يلا 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 يلا. انا طبعا مجهز خضار من قبل. تمام. واخد دي. ممكن كمان تساعديني بالنظافه؟ هلا بملك اياهم كلهم جوا. خلاص تسلمي لي. حاضر. شكرا. عفوا اختي حبيبتي. الله يرضى عليك يا رب، يا جوزك واخلص منك يا رب. ما جاش من وراك يا عرسان. انا والله عملت اللي على مالنا اللي علينا علينا والباقي على الله. خلاص اسمها ايه؟ هو جمع عروسات ايه؟ عرايس. عرايس ما جاش من وراك يا عرايس. العرايس بتتاكل كمان. يعني العرايس. العرايس اللحمه. يلا وبعدين هحط دلوقتي الخضار المشوي اللي احنا شويناه في الفرن من قبل، واحط عليهم شويه جبنه موتزاريلا. وكمان جبنه تشيدر. تمام. عشان نعمل ايه بقى؟ لما تشيليها كده تطلعيها لفوق تبقى بتمط وتفط. مش معقول هي جبنه زي. انا بحب الجبنه. انا الجبنه الوحيده اللي ما بقدر اكلها اللي هي البلو تشيز المعفنه. بموت فيها المعفنه دي. ما انا بموت في البلو تشيز. بضحكوا عليكم اصلا. ليه؟ انا المعفنه يا بيبيعوكم اياها معفنه. دي خطيره. انا ما بحبها ابدا. اهو وهنزل بقى خليط البيض من كل ناحيه. اوكي شايفه الحلاوه؟ انت متخيله الطعم صح؟ انا متخيله الطعم. صح متخيله. بس ده تقريبا يعني ارتب عجه شفتيها مش كده؟ دائما هي بتكون لازم واحده منهم عامله هيك، واحده عامله هيك، واحده طالعه عامله بلون وشيء. لا وما ما بتفرغ فيها صح عمر؟ يعني ايه ما بتفرغ؟ يعني فيها؟ زي مثلا كيف لما تعمل الرز مش بتعمل بتغرس؟ لا لا اوكي هاي لانها فيه. بالفرن فكلياته بيستوي مع بعض. لانه مرات في مشكله بتكون بالبيض لما يكون خميل بالذات بالمقلايه تاعت البيض. يعني ايه خميل؟ يا تخين. النهارده مش فاهم حاجه. لما يكون تخين بياخذ وقت وما بيستوي النص. اوكي فهمت شو قصدي؟ ايوه فيعني بس ده ممكن نسيبه وقت كافي ونوطي النار شويه يعني. أوكي. نسيبه وقت اطول صح؟ بصي لو غطيتي ممكن تعملي حاجه اللي هي يعملوا ابيض من فوق. اوكي مش بحب اغطي البيض، هو هيبقى جميل عشان كمان المشروم ده مش مستوي. فانا احطه كده اهو، هرسم بيه داير ما يدور كده اهو. لازم ترسم كان حرف الار. ار ليه؟ رند عشان انا المخدر. بتعلي في النرجسيه كل مره. والله انا طلع علي هاي الشعر. يعني اذا بدي اسالكم سؤال اجاوبوه عليه على ارقام اللي عم تظهر على الشاشه، مين عنده نرجسيه انا ولا عمر؟ رح يطلع هيك يحطوا بس نسبه بدون اسامي، حيطلع عمر 99.9% قاضي على الجراثيم. اعتقد ان احنا الاثنين بعد البرنامج ده محتاجين دكتور نفسي، شوفوا لنا حد كويس. هنعمل حرف الاو. مين او؟ مين او؟ اوكي
عمر بدل عمر. انت ايه؟ انا ايه؟ اصلا دي مش عارفه اسمي. لا لا انت مع بعض كل الحلقات دي مش عارفه اسمي. ام ار او تكتبه صح؟ لا بس اي ام ار. اي ام ار عمر. اوكي اوكي. اصلا اسمي عمر مش عمر. بعرف انت اسمك عمر. عمر عمر مش عمر. احنا بنحكي عمر. ما انا عارف بس لا عمر. اسمه عمر. عمر انا ممكن اقول لك رندا. احنا بنحكي رندا. ايه انا قلت لك انه انا كل مكان بروح عليه ايش اسمك؟ رند. نعم يا فندم رند. رندا يعني اخر شيء. لا مش وصرت اقول لهم رندا بس بدون اله. من اخر شيء ورا واحد فقع لي هيك لوزي اخر شيء كتب لي غند بالغين. خلص انا اسمي غند العالمي ما في اي مشكله عندي. غند غند. طب اقرا كمان مشاركه عمر. طيب علا علا مساء الهلو عليك. عم تحكي الزبادي والفاكهة أحسن سحور. أما هدى عم تحكي قولي لنا أنت يا رند بتحبي تتسحري إيه أنت وعمر؟ حكينا أول الحلقة يا هدى. هيك أنت ما كنت متابعة معنا. أنا ما باكل إشي وعمر بياكل كل إشي. عمر بياكل الأخضر واليابس. عمر كل الأخضر واليابس حقيقي مبارح. ألف صحة وأنا يا ربي. تيجي ندخل دي الفرن؟ يلا دخل. يلا بينا. يلا بينا. هندخلها على الفرن وهنوريكو منظرها الجميل جدا. طلعينا فاصل نرجع نشوف فاصل. منظرها وكمان نعمل ايه؟ ايش هنعمل؟ هنعمل بارفيل لبنه. بارفيل لبنه. لبني. ما قلت في الاول اللبنه بس دلوقتي بترجم بقى. اوكي عشان اوكي اسمها عندها لبنه. انت بتحكوا لبنه. طيب لبنه وجبنه هيك بالظبط. لبنه وجبنه. طيب طلعينا فاصل بالمصري. طيب حبيت الموضوع عشان بقعد اضحك بعد ما يتخلص. يا ويلي. طيب دلوقتي حنروح لفصل سريع جدا وبعديه حنكمل ببرنامج فطارك عندنا لان الشيف عمرو حيعمل لنا حاجه باللبنه. لا باللبنه. باللبنه. خلص فاصل سريع مشاهدينا وراجعين. لازم افهم حد حاطط مسدس في ظهرها. فاصل ما تروح بعيد يا